سبسكرايب وانشر المقطع في كل مكان. يلا نبدا. النخيل والجو العليل، وصلت ارض اليمامة. اهلا وسهلا. هلا. نايف بالنسبة لي معلم من معالم الرياض. أول ما وصل الرياض لازم أشوفه. تبي تذوق الصبيب؟ صبيب. شوف هذا صبيب مع بيارة زنجبيل، الدفا بيجيك مع ما تدري من وين. يا أخي هذا مو بانكيك؟ والله يا أخي شكله زي البانكيك. بانكيك البدو. الله بانكيك بس كذا فيه نكهة أهل الرياض يا أخي. والله عندكم فول زينة. بالعافية. والله فطور دسم يا أخوي. أكرمك الله والله يا حبيب القلب. أهلا وسهلا حياك في الرياض حبيبي. الله يحييك. كانوا يسموها اليمامة، كانوا يسموها حجر، كانت قرى متفرقة بعيدة عن بعض. اليوم هي ثالث أكبر عاصمة في العالم العربي، عدد سكانها تقريبا أكثر من 8 مليون نسمة. فمر حبابكم حبايبي في الرياض، وبالضبط من أمام قصر المصمك. هذا القصر هو رمز يعرف كل سعودي، لأنه من هذا القصر بدأت السعودية اللي اليوم نعرفها. فقبل 100 سنة تقريباً جاء الملك عبد العزيز الله يرحمه مع مجموعة من الرجال، وكانت نيته يستريد حكم هذا القصر ويستريد حكم أجداده لهذه المنطقة. وفعلاً قدروا يدخلوا داخل القصر واستردوا حكم هذا القصر، وشوية شوية بدأ يوحد كل المناطق اللي حوله، وكمان شويتين توحدت كل السعودية اللي اليوم إحنا نعرفها. وأنا اليوم جيت الرياض عشان موسم الرياض، هذا الموسم اللي بدأ تقريباً يوم 15 أكتوبر وحيستمر لمدة 2 شهر تقريباً. وهذه المنطقة اللي حول قصر المصمك اسمها نبض الرياض، قاعدين يسووا فيها فعاليات مرة رهيبة، وكل يوم بيسووا فنون شعبية من حول المملكة. فاليوم على حظنا جايبين فنون من الغربية. ونبض الرياض في الليل تقلب شيء ثاني. والله رهيبة يا أخي. موية زمزم؟ موية زمزم. يا سلام. والله خلاص أنا بجلس في الرياض يا أخي. عندهم كل شيء. ومنطقة نبض الرياض ترى منطقة واحدة من 12 منطقة موجودة في موسم الرياض. وهذه منطقة ثانية، وصلنا واجهة الرياض. نقدر نقول ان هذه المنطقة عبارة عن مول كبير مفتوح في الهواء الطلق. حتلاقي مطاعم فخمة، حتلاقي محلات، معارض ممكن تشتري منها اشياء، مكان جميل. معالي المستشار منزل تغريدة كاتب انه في هذه اللحظة وصل زوار موسم الرياض 7,650,000 زائر، وفي نفس الوقت مددوا الموسم، فالموسم حينتهي تقريبا نهاية يناير. يعني اللي ما زار الرياض ما معاكم أي عذر، معاكم الأيام الجاية كلها. عاد لا أحكي لكم على الأجواء الباريسية هذه. دقيقة يا أخي، ليش دائما يقولوا أجواء باريسية؟ باريس الصيف الماضي ما أنتم مدري كم شخص عشان حر. صراحة خلاص هذه الأجواء نسميها أجواء رياضية. واجهة الرياض منطقة مرة كبيرة، فبانين فيها معارض، وخلال الموسم بيسووا معارض مرة كثير، وعلى حظنا اليوم في معرض الأنمي. أوه، واحد من أكبر معارض الأنمي اللي شفتها في حياتي. هو صح الصراحة أنا ما شفت في حياتي إلا معرض واحد وطردوني منه عشان كنت قاعد أصور، بس واه رهيب مرة. صالح بيجرب الكاميرا اللي انا اشيلها. كيف ثقيله؟ ثقيله صح؟ ارفعها كمان ارفعها. اقسام بيسووا فيها العاب يابانيه، ومتاحف للانمي يحطوا فيها شخصياتهم واغراضهم. مسوين منطقه كامله للاكل الياباني. Ashimoto ya.
كيف يا أخي. المعرض الكبير هذا نهايته في مسرح. مسوين هنا مسابقة كوسبلاي. بس إيش يعني كوسبلاي؟ إنك أنت شخص عادي تلبس ملابس الشخصية هذه الكرتونية أو شخصية الأنيميشن. هنا على المسرح بتصير عروض، وهنا في حكام ومقيمين بيقيموا هذه العروض، فأكثر واحد ضابط العرض بيفوز. لو سمحت لو سمحت، فين الحمام؟ أنا دحين في خلف الكواليس، وهنا قاعدين يستعدوا لحاجة مرة رهيبة. لأول مرة في التاريخ جمعوا مغنيين الأنمي بالنسخة اليابانية والعربية وخلوهم يغنوا مع بعض. معرض مرة كبير ومليان فعاليات، يقولوا انه اخذ الاعداد لهذا المعرض تقريبا 9 اشهر. هنا معرض الانمي، وهنا الكوميكون برضو، حتى هنا في مسرح كبير يستضيف فنانين وممثلين وصانعين العاب وصانعين افلام. يا جماعة، هذا مو ستيفن سيغال هذاك اللي يسوي لك حركات كذا؟ والله شكله هو مرة كبير. هذه السيارة هي اللي مثلت في فيلم Back to the Future، وهذه سيارة سكوبي دو، وهذه سيارة باتمان. هذه الأشياء هنا لأنه كوميك كون مهرجان بيصير حول العالم، تلاقوا فيه كل شيء يختص بعالم الأفلام والمسلسلات خاصة الأمريكية. Hello. How are you doing? Hey, be careful, man. Are you Logan? I am. Because of these. موسم الرياضة أنا ماني قاعد أسوي الفيديوهات لوحدي. هذا معاهد هو اللي قاعد يساعدني في اشياء مره كثيره والله بمونتاج. هذه الاجسام يجوا فيها الممثلين والناس سووا صف كذا ويخشوا يتصوروا معاهم ويقعوا لهم. الصراحه لين دحين ما شفت احد اعرفه، يعني هذا والله ما اعرفه، بس حخش واخذ توقيعه. Hello. How are you? Good. How is Saudi, you know? It's good. The food is good. And you are good too, man. Victory. Can I get your autograph? Oh, it's a nice picture. Thank you. رجع لي يس، والله ذا كويس، من اليوم حبدا اتابعه. Hey, زورو زورو. Oh. خش الناس علي اليوم يا اخي. فين انا يا اخي؟ هلا حبيبي، حبابك في البوليفارد، اهلا ومنورني حبيبي. قال لي والله مرحبا بابك. وصلت البوليفارد، عندهم متجر هنا يبيع اشياء تذكاريه لموسم الرياض، اشياء تذكاريه، تيشرتات، كاسات، بلوفرات، تحف، كل شيء. وانا حاخذ هذه الطاقيه. عنوان الموسم إيماجن، تخيل. والبوليفارد اكثر مكان فيه له تخيل. تخيل هذا المكان كله انبنى في 49 يوم بس عشان هذه الفعاليه. وتخيل الرياض اللي درسنا في الجغرافيا انها بارد جاف شتاء وحار جاف صيفا، قالت مطر. مطر من 5 ايام ما شاء الله. اسمع الصوت. تخيل يا اخي كذا مع صوت المطر ورائحته، موجوده فواحات في وسط الشارع. يا سلام. خشت فمي. والله عطر، تعال. مو مصدق انه هذا عطر. كيف موسم الرياض؟ زي العسل. انت العسل يا قلبي. مصممين هنا شارع رهيب، بيوت يمين ويسارك كأنك ماشي في شارع سياحي مشهور في مدينة كذا من حول العالم، وحاطين ترام ينقل الناس من البداية للنهاية كمان. كيف عجبك موسم الرياض؟ جو مرة حلو،
هذا عجبتني النوافذ. وتحت المطر على أنغام الأوبرا الروسية النافورة الراقصة. لونه سينما. هلا وسهلا. وانت داخل كذا قاعدين يصوروك. هلا. سينما بدون سقف. Carving the depot turkey at Thanksgiving. طويل مساحة ضخمة كبيرة مليانة فود تراكس. هنا في فود تراك يبيع شيء اسمه حنيني. خلينا نجربه. حياك الله حبيبي. هلا والله حياك الله. لا واحد حنيني. حنيني. حنيني حنيني. حنيني ايه. حنيني. يعطيك العافية. يعافيك. وهذا هو الحنيني. بسم الله. من جد طعمه حنون. والله الصراحة كأنه زين معصوب. بس في طعم تمر وحطين عليه ايس كريم. ها هو اصلا بدون ايس كريم بس هم اضافوا ايس كريم. يا سلام هدوق على الطريقة النيويوركية كذا هدوق حاطين حوله عجينة وصوصات أنواع وأشكال أكله كذا على طول. ما أعرف ليش دائما الأكل الأمريكي في السعودية أحلى من اللي في أمريكا. والله أنواع وأشكال الأكلات وأسعارها نوعا ما مقبولة وتقدر تلاقي جوا مطاعم غالية تدفع فيها كثير وتقدر تلاقي أشياء حلوة كذا أسعارها كويسة. أكثر ناس يتعبوا الصراحة المنظمين. الله يعطيكم العافية. والله بريك يا شيخ. ويل تغطية خفيفة بسيطة. إن شاء الله عجبتكم. إذا عجبكم المقطع انشروا المقطع في كل مكان وسووا لايك وسبسكرايب. سلام.